سيد الفاضل، الجواب على سؤال ال40 مليون كفيلة لكل الأجهزة الأمنية، هذه تعتمد على أسعار الأجهزة ومدى تطور أو مدى حصانة أو مدى الرقائق المعدنية الموجودة في هذه الأجهزة. إذا تسألني هذا السؤال، هل كفيلة تغطي كل الأجهزة الأمنية، الدفاع، داخلية، الحشد، الأمن الوطني، غيرها، المخابرات؟ هذه 40 مليون تكفي ما تكفي ما أعرف أنا بالضبط، ولكن إحنا خلينا نتكلم أولا على جودة الأجهزة، ولو إحنا لسنا تكنولوجيا. اثنين، كيف يكون آلية شراء الأجهزة؟ أنا أمنت لقائم بهذا الموضوع وقلت البيجز وضع النقاط على الحروف. كيف؟ عزيزي الكريم، خلينا نحكي من تجارب الدولة المؤسساتية قبل 2003. أنا كنت آنذاك بها في مرحلة معينة كنت طالب، وفي مرحلة معينة كنت ضابط. المرحلة اللي استوردوا بها من يونان النظام السابق، نقول عليها الحكومة يعني قبل 2003 العفو، جابوا أسلاك، تمديد أسلاك من قبل شركة يونانية خاصة لوزارة الدفاع، ولكن المواد بعد العقد جابوها، شافوا ضمن المواد الخاصة بالأسلاك أكو شيء ما متفق عليها اسمها المجسات. أنا ذاك كان أكو دولة قالوا يابا تعالوا إحنا ما متفقين على هاي المجسات تدخل ضمن المواصلات اللي تمدوها بوزارة الدفاع. شنو هاي المجسات؟ وقفوا. من حققوا ويا الشركة اليونانية، لقوا هذه الشركة اليونانية بسهم لمستثمرين إسرائيليين. صوتك مدى أسمعه؟ يا سنة هذا يا سنة؟ هذا الحكي في نهاية السبعينات، سنة 78 79. طيب، أنا كنت طالب، أنا أتابع من ذاك الوقت أتابع يعني قضايا كثيرة، ولكن وقفوها ولغوها. مع العلم كان هناك علاقة ما بين الرئيس الراحل صدام حسين وما بين هناك من كان أكو بالسلطة في يونان، أنا ما أتذكر ذاك الوقت، هو اللي ولد هذا العقد. وش قد طلب من الرئيس؟ قال أنا ما لي علاقة، أكو لجنة هي اللي تشرف عليها. من هم اللجنة اللي يشرفون على شراء هذه المواد؟ استخبارات داخل الخاصة بالداخل، المخابرات الخاصة بالخارج، البنك المركزي، السيطرة النوعية، واو، هذول كلهم يشتركون ويروحون لجنة حتى يشترون هذه المواد. من شافوا بها مجسات، وهذا من شافوا القضية بها إسرائيل وقفوها، لأنه إحنا كنا سيف أمام إسرائيل بنهجنا. نعم، هذه انتهينا منها. 86 من تألق نجم حسين كامل آنذاك، حسين كامل توسل ودوا حد قال أنا أجيب المدافع 175 مليم من إيطاليا. هاي من كان على التصنيع العسكري؟ نعم، يا بروح جيب المدافع من 175 من إيطاليا. إيطاليا دولة مؤسسات، بس إيطاليا دولة مافيات. بالضبط. فشن اللي صار هنا؟ حسين كامل راح عقد ويا شركة على مدافع 175 ب 100 مليون دولار، ودفع ال 100 مليون دولار. من رجع حسين كامل اجت الطلب، طلعت مو مدافع حقيقية، طلعت مدافع لعابات. هسه العراقيين يسمعون علي المعماري ما يصدقون يجوز. شنو لعابات؟ يعني بلاستيك؟ بلاستيك، نعم، مدافع بلاستيك طلع. اسمع، من دخل بيها؟ انقلبت الدنيا بيها، تدري دولة مؤسسات مو سهلة. دخل بيها قطع علاقات وحكي مواصلات، دخل بيها عزة الدوري. عزة الدوري شال وراح لإيطاليا. قصة صارت، يا بنتو هاي وهاي وإحنا مدافع، قالوا يا إحنا ما نقدر نرجع الفلوس، إحنا راح ننطيكم بدأ مدافع دفاعية، مدافع هجومية، زوارق، العفو، زوارق هجومية بدل 100 مليون. اتفقوا عليها. سبب، لأنه ذهاب حسين كامل راح على انفراد
ما راح عند استخبارات ومخابرات والبنك المركزي المهنيين، ما راح، راح هو بكيفه. أريد أوصلك على كلام هنا. نعم. أكو فرق ما بين العمل دولة مؤسساتية وأكو فرق العمل ما بين لا دولة مؤسساتية، دولة مؤسساتية ولا دولة مؤسساتية.